الو، معايا اسماء. الو، اتفضلي يا اسماء، ايوه ازيك. اتفضلي انا معايا 3 احلام كده، عايزه اقولهم لك. ثلاثة. اتفضلي اتفضلي. بس انا اول حاجه لقيت نفسي واقفه في البلكونه بتاعتي وسمعت صوت كده غريب. طلعت ابص من البلكونه، لقيت غراب واقف في البلكونه بتاعتي. تمام. فضربته كده بايدي، طار ورجع تاني، راح واقف على كتفي. فلما وقف على كتفي بقى جري تاني، رحت ضربه بايدي وجري بقى، ما جاش تاني. ده تمام. الحلم الاولاني. تاني حلم امبارح، لقيت نفسي ان انا في فرح ولابسه فستان احمر كده سواريكوت، ولقيت اصحابي اللي هما كانوا في المدرسه قاعدين على ديسكات وقالوا لي تعالي هنجهز اكل وكده. فانا قعدت معاهم، فانا كان معايا كيس رز، رحت حطيته لقيته مخلوط بعدس، مخلوط بعدس الرز. فمرضتش اعمله، قلت ازاي هعمل الرز مع العدس الاثنين مع بعض. فراحوا كل واحده من صحباتي ادوني كيس، قالت لي كل واحده ادتني كيس قالت لي اعمل ايه. رحت خدت منهم الكيسين كل واحده وعملته. وبعد ما عملته وسويته وكل حاجه، جينا ناكل لقينا طعمه مش حلو. تمام. بعد كده بقى الحلم الثالث، اختي انت كنت ناويه تخرجي صدقه وما خرجتهاش في موضوع؟ طيب كملي. اختي برضو حلمت لي حلم ان انا جايبه بنتين، وهي اختي متجوزه وحامل، وانا هي خدت واحده وانا واحده. تمام. بس اللي خدتها هي لقيت مناخيرها عوجه شويه كده وقالت لي دي وحشه ما خدش، خديها انت. قلت لها لا، فانا خدت واحده وهي واحده يعني كده بس. تمام. طيب بصي يا استاذه اسماء، انا عايزاكي تخرجي الصدقه اللي عليكي، لانك انت الرؤيه الاولانيه دي بتدل ان انت ما خرجتيش صدقه، علشان كده بتعود عليكي تاني الامر بالضرر فلا قدر الله. فانا عايزاكي تخرجي صدقه. الصدقه يا جماعه بتعالج حاجات كتيره، بتعالج بلاء كبير قوي 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 في حياتنا، سواء رؤيه سواء حاجه تخص الاقدار، بترفع تماما عليكي بالصدقه، وان شاء الله ان شاء الله امورك هتتيسر. دي بالنسبه للرؤيه الاولى. الرؤيه الثانيه موضوع اختك. بصي انا عايزاكي تمشي دايما بدماغك، ما تمشيش بدماغ حد، يعني ما تبقيش حشريه مع حد خالص خالص خالص. حتى لو هي مثلا قعدتوا مع بعض وقالت لك طب اعرفي لي كذا او كذا، هو واضح ان انت حد برضو يعني ايه افضل شويه في الطباع، فهو دوت خاص بالطباع اكتر يا اسماء. والله اعلى واعلم. والله اعلم. معانا منى.